بركان قال له وصلنا لبلاد بركان يا سامع، وفيها لينا ناس هما معروفين، زهينا مع الاحباب قصرة ومجامع وشيوخ مقاده نظرة للعين، خيام كبار والخيل الترابع والحبة والبارود ثم موجودين. هذه في خاطر ناس تاع بركان، في خاطر الشباب، في خاطر خواتاتنا اللي حاضرين معنا، في خاطر خوتنا، ما نساوش الجالية ديالنا. إلى سعدي بحبابي كل جوني وزادوا لقلبي الافراح، حبابي كي لقى محل مرواني والسعد من اللي كي لهق صلاح. تحية للفنانين الحاضرين وجميع الفرق، تحية للشعراء، تحية لكل الفاعلين والصاهرين، تحية للمندوبية ثقافة، تحية لكل السلطات، تحية للأساتذة ديالنا والدكاترة ديالنا، تحية لهذ الساكنة المضيافة ساكنة مدينة بركان، أحفير، السعيدية، أكليم، زيو وكل المناطق الشرقية. هذه في خاطركم جميعا وفي خاطر الزغرتات اللي يقعدوا المي ها صحيتم عندي مسال ها صحيتم معكم واحد لوحة تاع الركادة مع البراهمة الأصلية اللي في الثقافة، نتمنى تعجبكم وشكرا.
يا زوردة. شكرا لفرقة الحليب الرهبة، فرقة ديال الضارو ديال تاع الحليب. هذا الجمهور هذا، ومادام عندنا هذه النوعية نتاع الجمهور لا زال فينا الرقادة والفنون الشعبية بخير. صباح على خير وبقية سهرة ممتعة. شكرا للفنان عبد الحميد. الآن نلتقي مع